صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: لي أخت تصلي ولكنها لا تلبس الحجاب الشرعي، وفي بعض الأحيان تغضب غضبا شديدا وتصرخ في وجه والدي وتهددهم بالضرب، فما نصيحتكم لهذه الأخت وبماذا توجهوننا؟ وهل يجوز لنا أن نرقيها ووالدي لا يريدون أن يستعملوا معها القوة خوفا من أن تهرب من البيت؟ هذه عندها خير وعندها شر. كونها تصلي حافظ على الصلاة هذا خير، كونها تصرخ في وجه والديها وتسيء إليهم، فإن كان هذا باختيارها فهذا معصية وعقوق، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل. وإن كان هذا بغير اختيارها كما ذكرت أنها مصابة تحتاج إلى رقية، فإنها لا تؤاخذ لأنه بغير اختيارها. نعم.